أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل أهل الكتاب هم الموجودون في وقتنا وهم المراد من التعامل معهم، أم أن هؤلاء يأخذون حكم المشركين لوقوعهم في الشرك والتثليث؟ كل من انتسب إلى اليهود أو النصارى فهو من أهل الكتاب في أي وقت كان. إذا انتسب إلى دين النصارى فهو نصراني، إذا انتسب إلى دين اليهود فهو يهودي في أي وقت كان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب. ولو كان أنهم يشركون، ولو كان هذا موجود في وقت نزول القرآن، أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع هذا سماهم أهل الكتاب وأباح تزوج نسائهم وأكل ذبائحهم وأخذ الجزية منهم، مع أنهم يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، شيء موجود هذا في وقت نزول القرآن ما هو بجديد. نعم. ومع هذا سماهم الله باليهود والنصارى وأمر بمعاملتهم معاملة أهل الكتاب. نعم.